انك تحرك العقل. هذا عمل مقدس حتى بالاديان، افلا يتفكرون؟ كل شيء بيوقف بمحله، فهو بيكون عم يستعد للموت. طالما هو بحاله الحركه فهو بحاله الحياه. ف المساله انه قديش بتلعب السياسي دور بعمليه التوجيه الديني. يعني الدين جاب منظومه اخلاقيه وطرحها وقبل البحث، يعني من هون كان باب الاجتهاد وكان التأويل وكان يعني كثير من الحركات والمذاهب الفكرية. ولكن كان كل ما واحد يجي بده يطور ويجدد بالدين فكان يخلق مذهب لحاله، يعمل حالة انشقاق جديدة، وهذه حالة الانشقاق ما تصلح بل بالعكس تخلق خراب جديد ودمار جديد وطائفة ومذهب. وكل ما تعددت هذه المذاهب كل ما ضاعت الحقيقة. يعني الحقيقة اللي عمال ندور عليها أنا باعتقادي أنه ما عاد سهل الوصول إلها في ظل هالغيمات اللي عمال يمرقوا، الغيمات الفكرية يعني، وكل غيمة فكرية إلها مبرراتها وإلها قرائنها وإلها أدلتها، لدرجة أنه صار هيدي النهج بعملية التجديد صار بيختص بنخبة معينة ما عاد له علاقة بالناس. يعني صار في فارق بين الناس والنخب،